السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنحضروا خبيزات رائعين معمرين بحشوة حلوة، كيجيو خفاف ورطبين بزاف وكيجيو لذاذ بزاف وبشكل راقي. وحتى الطريقة كيف ما غتشوفوا معايا جد بسيطة وسهلة التحضير. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير، ما تنسوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخلطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 100 ملل ديال الحليب، تقريبا نص كاس وفي شوية بعض الشيء، أنا هنايا تقريبا الياهود 40 غرام ما يعادل تقريبا جوج معالق كبار عامرين، أنا هنايا 40 غرام ديال السكر خشن أي سنيدة جوج معالق كبار، أنا هنايا 60 غرام ديال الزبدة ما يعادل تقريبا جوج معالق كبار ونصف، قرص تاع الملحه، قليل من الملح، ساشي ديال الفانيا، بيضه واحده، نص معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. بالنسبه لهذه الخميره حسب المنطقه، لان كاين حنا هنا السخونيه بزاف مراكش سخون، عندنا نص معلقه، واللي عنده البرد يدير معلقه كبيره ما عمرش. بسم الله كنصبوا الدقيق، قرصه ديال الملحه، كنديرو الخميره كنصبو عليها سنيده باش كتفاعل كتخمر لينا دغيا، كنديرو فانيا بهذا الشكل، هذا كنمزجو هاد الخليط ديالنا على هذا الشكل، كنصبو الياغوط وكنبقاو كنمزجو. من بعد كنصبوا الحليب شيئا فشيئا، هذا الحليب راه دافئ بعض الشيء، دائما كنصبوا الحليب ولا الماء شيئا فشيئا حتى نحصلوا على عجين متماسك، لان الا صبينا الماء مره واحده تقدر تجري لينا، اللهم تكون العجينه يخصنا السائل ولا تقسح لينا. من بعد كنبقاو بعد ما الزبده ذوبناها كنبقاو نصبو الزبده وحنا كندخلو هاد الزبده مذابه في العجين، بعد ما دخلنا الزبده في العجين جيدا كتصبحي لهذا الشكل نتوما كتلاحظوا، كنبقاو كندلكو فيها وكندخلو الزبده مزيان حتى تصبح لهذا الشكل، كناخدو على هذا الشكل، كنديرو شويه الدقيق، شويه تقريبا هذا الشكل هانتوما هي جبات لينا. بسم الله بعد ما جمعنا العجين صبح على هذا الشكل هانتوما كتلاحظوا، الان كناخذوا هنايا سلافه وكنغطيو عليها وكنتركوها حتى تخمر لينا مزيان، كنغطيو عليها الان وكنتركوها حتى تتضاعف الحجم ديالها. بسم الله هانتوما كيف كتلاحظوا لان العجين ضعف وعلى صبح على هذا الشكل، هم نحاولوا نديروا القطع حسب راه كتجي هذا خفيف، هذا العجينه خفيفه بسم الله. بعد ما شكلنا ثمانيه القطع الان كنكورهم، نحاول نكورهم، كنديروا واحد الرشيشه ديال الدقيق راه كيجيو خفاف وهشاش على هذا الشكل، كنحاولوا حتى كيجيو بهذا الشكل
كنحاولوا ندعو في الطوا، كنحاولوا ندعو متباعدين، نحاولوا نشدهم كنسلوك شويه الدقيق، كنديرهم في جو خفيفين كيجيو وداد وهشاش، وكنبقاو مستمرين حتى تنكملو جميع هاد العجين من هنا. بعد ما كملنا جميع الكويرات كنتركهم يخمروا، وكنمروا باش نحضروا الحشوه، كنغطيو عليهم على هذا الشكل. بسم الله. بالنسبه لمقادير الحشوه كنحتاجوا كاس ديال الحليب ما يعادل تقريبا 200 ملليلتر، انا هنايا 8 غرام ديال السكر سائله اي خشن ما يعادل تقريبا 4 معالق كبار، معلقه كبيره نتاع مايزينا اي النشا، ساشيه ديال الفاني، بيضه واحده. بسم الله. كنصبوا السكر الخشن اي سائله، فانيا، الحليب، مايزينا، بيضة واحدة، وكنمزجو الكل مزيان، من بعد كنمرو باش نوضعو فوق العافية الخمار. بسم الله. بعد ما مزجنا الخليط كنوضعو فوق النار، كنبقى نحركو مكنتوقفوش على التحرك حتى تيمزج لينا الخليط وتيعقد تيتماسك. بعد ما تماسك الخليط كنطفيو عليه النار وتنتركوه حتى نوضعوه فوق العجين. الآن نوضعو هاد المزيج ديالنا، بسم الله، كنغطيوها على ما نسالو الخبيزات ديالنا بهذا الشكل. تنطبقوها جانبا. بسم الله. بعد ما خمر العجين كناخدو اي كاس مسطح على هذا الشكل، كناخدو كنديرو فيه الدقيق، كناخدو بيضة حنا طربناها كناخدو كنديرو فيه الدقيق باش ميلصقليناش، باش يعطينا الشكل. بسم الله. هانتوما كتلاحظو كنحاولو نوضعو تقريبا باش يجينا بهاد الشكل. علاش كنديرو الدقيق؟ دقيق باش ميلصق لينا. كنعاودو نديرو كنشوفو الحفرة واش محفور مزيان، كنبقى مستمرين كنديرو الدقيق وكنسوسوه، مكنخليوش باش ميلصقنا الدقيق، كنديرو كنسرحوه بالكاس، اي كاس موفر لكم، وكنبقاو مستمرين حتى تنكملو الكل. بسم الله. بعد ما كملنا درنا حفره باش نديرو فيها الحشوه، الان كناخدو بيضه كامله وكندهنو جوانب بهذا الشكل مزيان، كنبقاو ندهنو مزيان. بعد ما دهنا جميع الخبيزات بالبيض، الان كناخدو هذه الحشوه بعد ما بردات وكنوضعو في الوسط ديالها على هاد الشكل، كيجيو ولداد وبنان بزاف، وكنبقاو مستمرين حتى تنكملو الكل. بعد ما كملنا جميع الخبيزات درنا لهم هاد الحشوه، راه كيجيو رائعين بزاف، كندخلو من الفران، الفران سبقنا سخناه تيكون تقريبا 180 درجة الحرارة ديالو، دخلو من الفران وراقبو حتى تيطيبو لنا مزيان. بعد ما خرجنا الخبيزات من الفرن كيجيو على هذا الشكل، المنظر ديالهم رائع، حتى المذاق راه لذيذ لذيذ بزاف. الان غادي نحاولوا ندير واحد قليل السكر البلاصي من الجوانب. الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا جاو على هذا الشكل، راه هذا الشكل ديالهم رائع ولذاذ لذاذ بزاف وبنان، والتزيين حسب الاختيار، حاولت نزينهم بهاد لو سيريس وهاد الورقه ديال النعناع، كيجيو المنظر كذلك بنان. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، يجربوهم وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.